تم سري مهدي سليمان يلعبها أمامية، إنما الضغط حلوة، جول إسلام جمال في الدقيقة 16. إيه المعلمة دي؟ حلوة 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 من إسلام جمال، فيها الضغط فيها المباختة وفيها حرفانة، ده فيها حرفانة وحرفانة وحرفانة من إسلام جمال. حلوة كورة المهدي سليمان، طلع من مرماه أحمد أيمن منصور لعبها له برجله، اضطر إنه يشتت. طلع يمينك يا راجل، طلع شمالك يا راجل، أيمن منصور برجله على طول يرجع، طالع أحمد أيمن منصور وكينو موجود وقفشة، وادي العرضية، جول جول الكور الثابتة الدقيقة 37، أحمد أيمن منصور ومحمد مجدي قفشة على المقاس بالظبط، عاملها قفشة بالمزورة لأحمد أيمن منصور اللي بيطير سوبرمان أحمد أيمن منصور، ويحطها في الزاوية البعيدة بهدف تعادل عشان يحل اللقاء أكتر وأكتر. الكعب ترجع لقفشة، تسديدة جول مجدي قفشة، التسديدة دي الحلاوة دي، حلوة 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 محمد مجدي قفشة. لا يا راجل، ده انت مش لعيب، ده انت مافيا 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 مافيا. محمد مجدي قفشة يحط كرة في المقص، محمد بسام يتمطع معاها، كرة حلوة حلوة، الكعب حلو من عبد الله السعيد بتاع الاسيستات لمحمد مجدي قفشة. بص الكورة تتلعب على طول على القائم القريب، وادي الرأسية، جول ثالث لصالح بيراميدز. هل عبد الله السعيد ولا هدف ذاتي؟ لكن اسيست من محمد مجدي قفشة، اسيست جديد وهدف ثالث، وكالعادة ثلاثية مع العميد، ثلاثية جديدة مع حسام حسن. نشوف العرضية الأول ونشوف الجول، هل عبد الله السعيد ولا مين؟ أعتقد هدف بالخطأ، هدف بالخطأ،